دلوقتي جه ميعاد الفقره الاخيره واللي بتخص جمهور الاهلي وتفاعلهم على توقعاتهم لنتيجه المباراه النهارده من خلال صفحات القناه المختلفه. توقعات محمد جو قال ايه؟ قال في مباراه ولا اروع، يفوز الاهلي على الاتحاد 2-0 ان شاء الله ويحسم الدوري عنده النقطه 74، يا رب المباراه تعدي بدون اصابات باذن الله. بيبو الصعيدي قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. ضياء نبيل قال اتوقع فوز الاهلي ان شاء الله 2-0 وصلنا لنقطه 74 وده رقم شهداء الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، طبعا رقم غالي كلنا علينا كلنا بكل تاكيد، ربنا يرحمهم يا رب. كمان ام زياد راغب قالت 3-0 للاهلي ان شاء الله، حبيبه قالت 2-0 للاهلي باذن الله، محمد فايز قال 3-0 للاهلي. لسه في كمان توقعات اخرى، محمد مصطفى قال ان شاء الله 2-0 للاهلي، نبيل احمد الصباغ قال 4-0 للاهلي، واحمد محمود قال 2-0 للاهلي. دي كانت توقعات جمهور النادي على صفحات القناه المختلفه بخصوص مباراه الحسم النهارده مع الاتحاد السكندري في تمام الساعه 8:30 مساء على استاد الجيش وبرج العرب. قبل ما اختم معاكم دعواتنا كلنا باذن الله ومؤازرتنا ومساندتنا لفريق الاول لكره القدم في مباراه اليوم عشان يقدر يحسم اللقب رقم 42 في تاريخ بطوله الدوري تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويضيفه لدولاب بطولاته المليء والمليء بالالقاب المختلفه، ويتفرغ لما هو قادم واهم وهو التحدي الافريقي. تخلص مباراه اليوم ونحتفل كلنا باذن الله تعالى، وعندنا ثقه كبيره جدا في الحسم من خلال مباراه النهارده. كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين.